مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي الجعايدي يكشف عن موعد عودة أنيس البدري إلى الميادين. كشف مدرب الترجي الرياضي التونسي رضي الجعايدي عن موعد عودة المهاجم أنيس البدري للميادين بعد استئناف اللاعب على التمارين مع بقية المجموعة منذ فترة. وقال الجعايدي في تصريح لموزيك أنه أنيس البدري يواصل العمل من أجل العودة تدريجيا للميادين، حيث من المنتظر أن يشارك في المباريات الودية خلال فترة الراحة مع توقف البطولة. وتابع مدرب الترجي الرياضي التونسي قائلا: إصابة البدري ليس بالسهلة، وبالنسبة للاعب في عمره خصوصا وإنها الثانية من نوعها وفي نفس المكان، عليه مواصلة العمل وعليه التسلح بالثقة حتى يتجاوز مخلفات الإصابة ويعود للمشاركة في المباريات.